أربعاء 21/8/2013 عملية ترويح الصرصر لواء الإسلام استهداف قوات النظام الأسدي في القابون. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. البيان الأول. نحن كتيبة الريح الصرصر في ماويا. هذا ما سيحدث بكم يا من قتلتم نساءنا وأطفالنا. هذا ما سيحدث بكم إن شاء الله.